مظلومه، انا مظلومه، بغيت حقي يتشهر ليا، لان هذا السيد هذا تيتعنف عليا وكيتقوى عليا، لانه كنخدم في دار مخزن في القصر، وانا ما عندي حتى شي حد، انا عندي غير الله، انا انسانه يتيمه، لا امي لا با لا حتى شي حد، عائلتي ما بقيتش قديت، ما بقيتش قديت، راه اقسم بالله الا مرارا كنقول هذه تعلق في هاد الضوايا هذه وانتحر، اقسم برب العرش العظيم، لان هاد الضغوطات راه لعبت لي على النفسيه ديالي، انا مرضت. السلام عليكم خوتي المغاربه، عواشركم مبروكه. اليوم انا جيت نعاود لكم واحد المعاناه ديالي من مده هذه 5 سنين وانا تنعانيها، والناس جاوا دابا باش يساعدوني وباش يهزوا عليا هاد المشاكل هادي. انا جميله من مدينه سلا، تنسكن في سيدي بن عاشر زنقة بن عطيه، سريع سوري الشاوي زنقة بن عطيه رقم 142. عندي مشكله من هذه ب5 سنين بحال هاد رمضان هذا، في 27 وقع لي هاد المشكله من 5 سنين هذه، في 27 من هذه 5 سنين ديال رمضانات هبط عليا الماء من عند الجيران هادو جوج، عندهم هما كاينين غير جوج اصلا، هما غير جوج اللي فوق مني ماشي كثر، هبط عليا الماء خرجت عندهم حبي تن النادي ان هاد الناس يشوفوا المشكله عندي من الفوق، راه هبط عليا الماء. ملي خرجت كنتوسط بالجيران هنا غادي للجامع في 27 باش يقيموا الصلاه، ملي خرجت نطلب في الجيران هنا قلت لهم الله يخليكم لما تشوفوا لي مع السيد هذا اللي فوق مني راه المياه هابطه ليا، الله يجزيكم بخير لما هضروا معاه، لانني انا نهضر معاه عيب يدابز معايا ولا شي حاجه، هو راكم تتعرفوا كيفاش هو عنيف وضداني وهذاك الشيء. قالوا لي الناس صافي حنا اللي غنمشيو دابا للجامع حنا نهضروا معاه، فعلا مشاو الله يجزيهم بخير جيراننا كلهم مشاو للجامع تهضروا معاه، وداك الشيء واني السيد ما بغاش يلبي لهم، قال لهم واخا واخا واخا، بقاو الناس كل نهار كيمشيو يتعرضوا له في الجامع باش يهضروا معاه، ما بغاش. موراها انايا وقفت في باب الدار والفجر تيدير الله اكبر، اقسم بالله العظيم من هذه 5 سنين في 27 خرج تنعيط ليه السي فلان السي فلان السي فلان، راه لما تهبط عليا حاجكم ديال الطواليط ما عبرنيش ما داهاش فيا، خليت مورا داك الشيء داز العيد وانا نمشي للسلطات والجماعه عند المقدمين وعند الخليفه وعند داك الشيء، وجاوهم الله يجازيهم بخير هضروا معاه وصيفطوا لي استدعاءات وصيفطوا لي استدعاءات وصيفطوا لي استدعاءات، ما عمره ما كياخذش استدعاء ولا عمره كيمشي عند داك الناس ولا تيعبرهم، وبقيت مع على داك الحال وبقيت على داك الحال، داك الجماعه مساكن الله يكثر خيرهم انا طيبت لهم قلبهم، تما كل نهار كنمشي عندهم كل نهار كيشري لهم، اخر المطاف جات الجنه من ليجيان وداروا لي محضر على اثر ان راه الضرر من عند هاد الناس بجوج، ها هو المحاضر عندي هنايا، المحضر الاول في 2018 والمحضر الثاني ها هو غير في 2023 فيه 6 ديال الناس قايد والمقدمين والمسؤولين كلهم جاوا، ها هو عندي فيه 6 ديال الناس هنايا، ما عبرهمش هما حتى يقول لهم واخا واخا واخا، في الاخر الناس قالوا لي جميله واش تبغي تشاركي مع هاد جوج الناس اللي فوق منك وتصلحوا المشكل، قلت لهم انا ما عنديش مشكل مرحبا، المهم اننا نوصلوا لواحد الحل ونحيدوا علينا هاد المشكل، واخا رغم انني مضروره والاثاث ديالي كل شيء مشى باقي جديد قسما بالله الا في 2018 هاد الاثاث كله باقي جديد مشى دابا كل شيء مشى، قلت لهم انا ما عنديش مشكل ملي المشكله غادي نديروا فيها بثلاثه ما انا معاكم، بقى غير كيساوي مع الناس كيساوي مع الناس ما داروا حتى في الاخر قالوا لي هذا السيد ما باغي لا يصلح لا حتى حاجه راه غير كيساوي معنا، التجئ الى القضاء مؤخرا مشيت للقضاء هذه مده شهور مشيت للقضاء الحمد لله والشكر لله ان القضاء نصفني وتحكمت لي القضيه ديالي بالاصلاح عليهم بجوجهم، ها السيد هذا هو اللي غيخاطب دابا ولا السيد الاخر بجوجهم باش يصلحوا قنوات الصرف الصحي اللي هابطين ليا في البيت وهنا في الكوزينه وفي بوسط الدار هو كلشي خسر، قلنا الحمد لله حنا وصلنا لهاد المرحله راه حنا قلنا الحمد لله غنساليو هادشي، جا الحكم ما بغاش يتقبض ما هو فيما كيجي المرفد باش يعطيه الورقه الا هو ديما رافض ما تيبغيش يقبض ما تيبغيش يقبض، ملي جا الحكم ما بغاش يقبض هاد السيد عبد العالي هو قبض والسيد الاخر ما بغاش يقبض، دابا حاليا جا تنفيذ الحكم على اثر يعني تنفيذ الحكم راه ما كاينش حاجه فوق السلطه ما كاينش حاجه فوق القانون، مادام حنا في دوله الحق والقانون ودوله ملكيه برئاسه صاحب الجلاله الله ينصره ويطولنا في عمره، الحمد لله انا توصلت للحكم النهائي وتوصلت لتنفيذ الحكم، السي عبد العالي لبى وخدا الحكم ديالو وجاب جا تيجري عندي قال لي جميله انا نجيب المعلم اختي نصلحوا لهذه لان الحكم تحكم عليهم الا في ظرف 8 ايام الا ما صلحوش عادي يبداو يدوا واحد الغرامه ديال 200 درهم يوميا،
السيد عبد العالي مسكين خاف من هذا المشكل هذا، جا تيجري باش يلبي ويصلح. الاخر ما بغاش. السيد الاخر ما بغاش، لانه السيد الاخر متعنت عليا. السبب ديالو العنف ضد هكاك، بغى يعنفني هكاك. السبب ديالو انه كان فات ليا سبق ليا واحد الوقت ضرب ليا بنت خويا وشرم ليها الفم ديالها وديته للعدل وما عجبوش الحال. دابا حاليا منعنا من السطح، سطح مشترك، منعنا من السطح من نهار اللي سكننا حنا مدة 45 سنة سكننا على أثر سطح مشترك. كنا احنا أول وحدين في هاد الناس كلهم حنايا في هاد البلاصة هادي، سكننا على أثر سطح مشترك. ملي سكن هو ناض شي شوية قالك لا داك السطح عنده هو بوحدو، وعيطنا لهم مالين الدار حيت حنا غير كارين مدة 45 هادي سنة. عيطنا لهم مالين الدار، جاو مالين الدار ومشاو للسلطات وداك الشيء، جاو جيبوا ليه داك البنية اللي بنا موراها الله أعلم، أنا ما عرفتش شنو تما كاين، كاين استولى على السطح وبناه. واخا المطالب ديالك دابا. المطالب ديالي اخويا انني بغيت هذا الحكم هذا اللي تنفذ بغيته يتنفذ. المطالب ديالي بغيت هذا الحكم يتنفذ، لانني انا انسان باش نعيش انا انسان في هذه القاهره 5 سنين، وباش نعيش انا في هذا الظلم وفي هذا الطغيان هذه مده 5 سنين، الا كنت انا مواطنه مغربيه وليا حق في هذه الدوله هذه وليا حق في هذا الوطن هذه، نكون انا مواطنه بكرامتي، كنت انا مواطنه عايشه عيش كريم، ما نعيش انا والطبه، نعيش انا والصراصير، ما نعيش انا وحشكم النقاسه هابط عليا كل دقيقه فيما فقت اي دقيقه الا وهابط عليا داكشي. عيني يا مرضى الحساسيه ضرتني صدري، ضرني قلبي، نيفي كلشي، مجرد ما تيدخلوا حشاكم للطواليت، مجرد ما تيهبط داكشي عليا المخانز الا الحلق ديالي كيشويني، الصدر ديالي كيشويني، العينين ديالي تيشويني، متبعة على القلب، متبعة على الضغط، متبعة على عينيا، متبعة على الحساسية. أنا عانيت في صمت هذه 5 سنين وأنا تنعاني، عييت، التجأت للسلطات، التجأت لتا شي حاجة، أوراقها وما عندي، حججها وما عندي، وأنا لحد الساعة أنا ما وصلتش للنتيجة ديالي، ما وصلتش للنتيجة ديالي. اللي تنطلب دابا، اللي تنطلب من مسؤولين ومن السلطات ومن أي واحد تيشوفني وتيشوف هاد الإنسانة اللي انا عمر وجه ديالي ما عمره ما بان حتى شي حاجه، انا حاليا اضطريت نبينه لانني مظلومه، انا مظلومه، انا مظلومه، بغيت حقي يتشهر ليا، لان السيد هذا تيتعنف عليا وكيتقوى عليا، لانه كان خدام في دار المخزن في القصر الملكي، وكيتعنى عليا بالناس ديالو، كيتعنى عليا بهادو بالنفوذ ديالو، وانا ما عندي حتى شي حد، انا عندي غير الله، انا انسانه يتيمه، لا امي لا با لا حتى شي حد، عائلتي خوتي كلشي مشى ليا، امي وبا توفاو ليا، خوتي توفاو ليا، بقاو غير جوج خوتي ضعفاء رغم مجوجين مع وليداتهم، اختي حتى هي مجوجه، انا بقات حاليا حقر عليا هاد السيد هذا، واتصلت عليا ما عرفتش شنو بغا يديني، واش بغا يوصل بيا القبر بهاد الضغوطات هادي، ولا بغا يجيب ليا شي جلطه، ولا ما عرفتش. انا دابا اللي كنطلب من المسؤولين، واللي كنطلب من صاحب الجلاله، واللي كنطلب من رئيس المحكمة ومن أي واحد أي مسؤول، اللي كنطلب منهم أنهم ينفذوا عليه الحكم النهائي وياخذوا لي حقي، حيث أنا صبري نفذ، أنا ما بقيتش قديس، ما بقيتش قديس، راه أقسم بالله إلا مرارا كنقول غادي نتعلق في هاد الضوايا هادي ونتحر، أقسم برب العرش العظيم، لأن هاد الضغوطات راه لعبات لي على النفسية ديالي، أنا مرضت، أنا مرضت، أنا عوض ما نمشي ندير شي كارثة تنقول أنا حامدة ربي. ويني راه انا صبري راه نفد، راه الحل عييت كنجري كنقدف كنقدف كنقدف، دموعي نشفو، جهدي مشى، صحتي مشات، ما بقيتش قديت. دابا اللي كنطلب واللي كنتوسل لاي مسؤول كيشوف فيا ولاي انسان فيه الانسانيه وكيشوفوا هذا الشهر الفضيل، يشوفوا لهاد الحاله ديالي، يشوفوا لهاد الخنز اللي هابط عليا، واش شهر الفضيل، واش حنا مؤمنين، واش حنا اسلام، واش حنا تنصليو وتنركعو وتنعبدو الله وكنديرو في المعاصي ونتعداو على الجار بهذا الظلم هذا وبهذا الطغيان بهذا الجبروت هذا، هادشي راه لا يعقل، لا يعقل هادشي. مع كامل احتراماتي لأي إنسان شافني، ومع كامل احتراماتي لأي مسؤول، جزاكم الله عني كل خير، الله يجازيكم بخير، عواشركم بروكة. السلام عليكم، أنا عبد العلي الحوات، الجار اللي فوق هاد السيدة هادي اللي مضرورة، وانا الجار اللي فوق من هذاك اللي شد اللي سد بابه اللي بغينا نصاوبوا هذا الاصلاح هذا، وما بغاش
جيت نهضر معاه من قرار المحكمة ونقول له يد في المساعدة باش نهضر معاه باش نهدا. قال لي أنا ما أنا ماشي شغلي، سدبر راسك معاه. ما بغيت نسعى السيدة اللي تحت مني باش نقدو هذاك الشيء باش نصاوبو هذاك الشيء، ما بغاش. ناش ديت الحكم اللي دعينا السيدة باش نصلحو هاد الموقف هذا. هضرت معاه قلت له الله يخليك نصوبوا هاد الدائره هادي. قال لي انا ماشي شغلي، سير دبر راسك معاه، انا باغي نصلح السيده وهو اللي معكسها. يا عزو بالله ما عرفتش ما عرفتش. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.